في تفاصيل جديدة في حادثة مقتل الطفلة فريدة، طفلة الشروق زي ما أصبحت تعرف إعلاميا، اللي اتقتلت بكل أسف بالرصاص وهي قاعدة في عربية أبوها جنب توأمها ياسين. الأسبوع اللي فات كانت معانا الأم على الهوى مباشرة. تعالوا نقول لكم على كل تفاصيل التطورات اللي حصلت، بس بعد ما نفكركم بمقابلة أم فريدة في برنامج 90 دقيقة. مش هسكت على حق بنتي، ان الناس دي لازم تيجي، ملهاش حل، الناس دي لازم تيجي. دول بطالب وزير الداخليه دلوقتي ان يقوم في اجراءات سريعه، بطالب رئيس وزير الداخليه وبطالب من رئيس الجمهوريه، الناس دي لازم تيجي. لو الناس دي ما جاتش، الناس دي هتطلع علينا بعد كده في البيوت. الناس دي مش خايفه من اي حد. هم بعد ما عملوا الحادثه دي مع احمد راحوا بعديها بنص ساعه بيعملوا حادثه تانية، مش خايفين من اي حد. اللي هو ضربوا فيها الضابط كمان، الضابط حادثته منفصله تماما عن احمد، بعد نص ساعه في شارع تاني نفس الناس رايحين يعملوا حادثه وشهم مش مستخبي. يعني بجد احنا خلاص بقينا خايفين فعلا نعيش في البلد. يعني دافعين فلوس قد كده في البيوت اللي احنا واخدينها في الشروق وخايفين نعيش فيها وخايفين نقعد فيها. انا خلاص سبت الشروق وخلاص جالي عقده، طبعا انا هرجع بيتي كل حاجه، بس لازم الدنيا تبقى متامنه اكتر من كده بكتير. مش هي ولا لجنه ولا لجنتين تنفع في مكان زي ده بالرشاشات والحاجات اللي انا سمعتها. احنا عايزين 20 لجنه، 20 لجنه حاطين لي يافطتين ولا ثلاث يافط بعد الموضوع ده في الشارع. بدل ما يحطوا اليوفط دي يحطوا لي امن، يحطوا لي امن في الشارع. الشروق كلها اطفال، كل العربيات اللي بتبقى ماشيه في الشروق عباره عن ست وراجل وطفل، كلها كده بالرشاشات. يعني احنا وصل بينا الحال ان دلوقتي الناس دي بتمشي برشاشات؟ يعني انا مش عارفه. ولحد النهارده ما حدش مسك حد، لحد النهارده ما حدش مسك حد. انا مش هروح بيتي ومش هنام في بيتي غير لما الناس دي تكون ممسوكه، لا اما همشي واسيب البلد دي. مش هقدر اعيش انا وعيالي وابني اللي اتعقد ده في البلد دي وهي بالمنظر ده. يعني هما فعلا المرحله الجايه والله العظيم هيطلعوا على البيوت بالجبروت اللي هما فيه ده. لازم يجابوا، لازم يجابوا النهارده قبل بكره، النهارده قبل بكره. حرام بجد اللي بيحصل ده. ما بقيناش عارفين نعيش في بلدنا، بنصرف فلوس قد كده ومش عارفين نعيش في بلدنا. دي مصيبه، دي مصيبه، دي مش مصيبه، دي كارثه. اللي حصل ده كارثه. ثلاثه ماسكين رشاش 20 طلقه على عربيه فيها طفلين اطفال واخوه اخ يعني طفل 3 سنين يشوف الحادثه دي كلها. طيب دي كانت مدام إيمان والدة الطفلة فريدة. ده كان يوم السبت اللي قبل اللي فات، كان بتاريخ 26/11. النهاردة المعلومات اللي عندنا من وزارة الداخلية انها تم القبض على 3 من التشكيل العصابي المتورط في قتل فريدة، ولا تزال أجهزة الأمن بتلاحق شركائهم. الداخلية على فكرة يعني قالت في بيان صادر عنها النهاردة ان قطاعات الوزارة المعنية تمكنت من كشف النقاب عن احدى البؤر الاجرامية اللي بتخصص عناصرها في تنفيذ عمليات سطو مسلح على السيارات بغرض اختطاف مستقليها والمطالبة بمبالغ مالية كبيرة مقابل اطلاق سراحهم. طيب تطور مهم معايا دلوقتي، والدة فريدة السيدة إيمان عصام، وفي المتابعة لهذا الموضوع احنا حبينا برضو ان احنا ما نسيبش الموضوع بعد مطالبة حضرتك بضرورة طبعا وسرعة ضبط الجناه. يا ترى حضرتك بعد المعلومات دي هل في حد اتصل بيكي او ايه رد فعلك على هذه الاخبار؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ معتز، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. هو زي ما حضرتك قلت ده تشكيل عصابي، الثلاثه اللي اتمسكوا دول مش هم دول اللي عملوا الحادثه، يعني مش هم دول اللي مسكوا الرشاشات وضربوها على جوزي وابني وبنتي. لازم الناس دي تتمسك، وجوزي وباسم الضابط اللي حصلت الحادثه بعد بتاعت احمد يتعرفوا عليهم. هم مش هم دول، مشي هم دول جزء من جزء من الحادثه، بس مش هم دول اللي كانوا في الحادثه. يعني هم دول اللي كانوا في الحادثه، مش هم دول اللي عملوا القتل، يعني مش هم دول اللي احمد والضابط شافوهم. يعني بعد شويه عندنا بعض الاعترافات للجماعه اللي مقبوض عليهم دول بالصوت والصوره، يعني هخلي حضرتك طبعا تتابعيهم. لازم استاذ معتز، لازم احمد وباسم يتعرفوا على الناس، لازم يتعرفوا على الناس. دي ملهاش حل، لازم يتعرفوا على الناس ويقولوا هم دول.
لما يقولوا باسم واحمد لما يقولوا اه هم دول ويتقتلوا في نفس اللحظه اللي هم هيقولوا فيها اه هم دول، انا كده هبقى خلاص الحمد لله خلاص بقى هيبقى الموضوع بيني وبين ربنا بعد كده. انا بقى الموضوع هيبقى بيني وبين ربنا، انا بنت عند ربنا طبعا، لازم الناس دي تتقتل والقصاص والكلام اللي ربنا قاله في القران يتنفذ. هو ما يقعدوش يعني يتمسكوا يتقتلوا في نفس اليوم، ما يقعدوش يوم زياده على قيد الحياه، في نفس اليوم يتقتلوا وفي نفس المكان. ما انا طبعا يعني مقدر جدا الظرف الصعب اللي حضرتك بتمر بيه، و 100% هيحصل مواجهه ما بين جوز حضرتك اللي كان موجود طبعا في مكان الحادث الاليم وما بين المتهمين في النيابه، وهي اكيد هيتم عمليه التعرف. ماشي، بس ده يا استاذ معتز لسه ما حصلش. مش هم دول اللي عملوا الحادثه. آه. هم بيقولوا ان دول جزء منهم، هم لسه ما مسكوش الناس اللي عملت الحادثه، لسه ما اتمسكتش لحد دلوقتي. اه، ايه اللي بيخلي حضرتك يا مدام ايمان يعني تجزمي بان مش هم دول؟ ما هو احمد ما تعرفش عليهم، مش هم دول. احمد يعني احمد والضابط ما تعرفوش على الناس دي، ما حدش وراهم اصلا الناس دي، ما تعرفوش عليهم. يعني بعد ما شافوا الصور بتاعتهم برضو لغايه دلوقتي بيقولوا لك ان اللي اطلق النار على فريده مش دول. هم قالوا لسه الناس ما اتمسكتش، يعني هم النيابه نفسها قالت لسه الناس ما اتمسكتش، بيدوروا عليهم بس لسه ما اتمسكوش. اه، انما يجوز دي تبقى خطوه يعني في الاتجاه الصحيح، تمهيد لالقاء القبض على الجناه الحقيقيين. ممكن، بس هم لسه ما اتمسكوش، انا بتكلم حضرتك على اللي انا فيه دلوقتي. ايوه، هم لسه ما اتمسكوش. طيب، وانا من ناحيتي برضو عندي ماده مصوره هعرضها على حضرتك بعد شويه عشان تشوفي اعترافات المتهمين دول بالصوت والصوره، وان ربما يكون طبعا اكيد ليهم شركة ولسه هربانين. هما ليهم شركة 100%، وهتحصل مواجهة اكيد يعني. هما ليهم شركة ولسه ما اتمسكوش لحد دلوقتي. هعرض على حضرتك الاعترافات بعد شوية. بشكرك على هذه المداخلة السيدة ايمان عصام، والدة الطفلة فريدة اللي لاقت مصرعها بعد اطلاق النار على سيارة ابوها في حادث مؤسف جدا جدا حصل في مدينة الشروق نتيجة سطو مسلح في 9:30 صباحا، كانوا متوجهين للحضانة أو لمدرستهم أو شيء من هذا القبيل، ووقفوهم جماعة دول مسلحين، ولما رفض الأب أن هو يمتثل لأوامرهم ويقف ما كان من العصابة إلا أن أطلقت النار بشكل عشوائي على السيارة، فأصابت الأب في رجله وبيتعالج في المستشفى، وبكل أسف فقدت الطفلة فريدة حياتها أمام توأمها ياسين، طفلين أو يعني طفل وطفلة توأم، كل واحد فيهم عنده 3 سنوات، وأصبحت الأسرة في حال من الحزن البالغ زي ما انتوا شفتوا كده. مدام إيمان والدة فريدة مش هتهدى إلا لما يحصل انه يعني فعلا الشرطة تلقي القبض على الجناة الحقيقيين، ويحصل مواجهة ويتعرف عليهم الاب في النيابة، ثم يأخذ القانون مجراه ويعني ينالوا العقاب الرادع. طيب.